عند الفريق، ومستر بريرا المدير الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران امبارح يوم الأربعاء على ملعب نيلسون مانديلا استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري. المدير الفني طلب من اللاعبين ضرورة التركيز استعدادا للقاء المرتقب أمام شباب بلوزداد، أكد كمان ثقته في الجميع في تخطي هذه المرحلة والوصول للهدف المطلوب. كمان أكد مستر بيريرا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية المطلوبة من كل لاعب، وشرح بيريرا بعض الجوانب الفنية اللي هيتم تطبيقها في إطار الاستعداد للقاء. طبعا بعثة الفريق كانت وصلت للجزائر في ساعة مبكرة امبارح استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة غدا. كمان أدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابتن علاء رجب مخطط الأحمال خلال مران امبارح. اللعيبة قاموا بأداء تدريبات تأهيلية متنوعة، وتم رفع الحمل البدني بشكل تدريجي في إطار الخطة الموضوعة. طبعا الجهاز الفني بيسعى لتجهيز اللاعبين بصورة بدنية جيدة استعدادا للقاء المقبل أمام شباب بلوزداد الجزائري. نروح لثلاثي حراسة مرمى الزمالك محمد عواد، محمد صبحي ومحمد نديم اللي خاضوا تدريبات قوية تحت إشراف كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى خلال مران امبارح. قام كابتن أيمن طاهر باصطحاب بعض الأدوات المخصصة وإدى الحراس تدريبات على سرعة رد الفعل، التعامل السليم مع الكرات العرضية بجانب أمور فنية أخرى. طيب نروح لخبر تاني، وكان امبارح في فقرة خططية خاصة للاعبي الزمالك بالمران الأول بالجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد غدا. تم التركيز في هذه الفقرة على نقل الكرة بالشكل الصحيح ما بين الخطوط حتى الوصول لمرمى المنافس، بجانب حصة خاصة بالتسديد من خارج المنطقة والتعامل الصحيح مع الكرات العرضية واستغلالها بالشكل الأمثل. طبعا الفقرة دي كانت تحت قيادة كابتن أسامة نبيه المدرب العام وإشراف خاص من بريرا المدير الفني للفريق. كمان كابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، وأستاذ خالد لطيف أمين الصندوق، وأمير أستاذ أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، كانوا حريصين على متابعة مران امبارح، وتواجد طبعا أو كانوا متواجدين في المران من أجل مؤازرة وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المقبلة أمام بطل الجزائر. طبعا كمان قاموا بتوجيه رسائل تحفيز وحثوا اللاعبين على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم استعدادا للقاء الهام بكرة يوم الجمعة.